يعتبر أليكس هيلي من أهم الكتاب الصوت في تاريخ الولايات المتحدة، بفضله حصل العالم على مذكرات مالكوم إكس رحمه الله، واللي أصدره بعد أن عقد لقاءات مع مالكوم نفسه، وآخر اللقاءات كان قبل اغتيال مالكوم بأسبوعين. ولكن حياة أليكس هيلي نفسه وبحثه عن جذوره هي من القصص الساحرة. يقول هيلي عنها بأن كل شيء مر في حياته من تجارب وقصص كانت تقدمه خطوة للوصول للهدف الأكبر، وهي معرفة أصله ومن هو الأفريقي اللي سمع عنه في طفولته من حكايات جداته. قصة اليوم هي قصة الجذور، كيف أن قصة عائلة أفريقية لخصت معاناة السود في ظل العبودية في أمريكا. إذا أعجبك محتوى قناتنا في اليوتيوب ادعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك تنبيه عند وضع الحلقات. وللتواصل والحصول على معلومات إضافية زورونا صفحتنا في فيسبوك وإنستغرام وتابعونا. يعتبر كتاب التاريخ بأن العبودية موجودة من قدم البشرية وهي جزء من تراث الحروب في البشر، ولكن اختلف معاملة العبيد في كل حضارة حسب ثقافة الشعوب. نجد مثلا بأن هناك عبيد وصلوا لأعلى مراكز الحكم في التاريخ الإسلامي، بل وهناك عبيد كانوا يعرفون الكتابة والقراءة. ولكن قد تكون فترة العبودية في أمريكا وأوروبا هي الأسوأ، والسبب هو التعامل لا إنساني للعبيد في أمريكا مثلا. ولكن السؤال هنا، لماذا اعتمد على أفريقيا كمصدر أساسي للعبيد في أمريكا؟ فالعبودية طوال تاريخ البشرية لم ترتبط بالبشرة السوداء. الحقيقة منذ اكتشاف الأوروبيين لأمريكا وهجرتهم للعالم الجديد، استعبد الأوروبيين الشعب الأصلي فاعتمدوا عليهم في التنقيب عن الذهب والفحم وبعد ذلك في الزراعة. ولكن واجه الأوروبيين مشكلتين في استعبادهم للشعب الأصلي. أول المشاكل كان أن الشعب الأصلي عارف بكل خبايا الأرض، ولهذا كان من السهل عليهم الهرب والاختباء. والأمر الثاني كان بأن اختلاط الأوروبيين بالشعب الأصلي تسبب في نقل أمراض جديدة عليهم، وهي اللي تسببت في وفاة الكثير منهم. الحل جاء من أفريقيا، وبالتحديد من التجار البرتغاليين والهولنديين والإنجليز واللي استعمروا أفريقيا. وكان حل الأفريقيين لأمريكا مثالي لسببين، وأولهم أن القادمون جدد هؤلاء لا علم لهم بتضاريس الأرض، ولهذا فمن المستحيل عليهم الهرب. وثانيا أن أشكال العبيد سيكون بارز ومن الصعوبة عليهم الاختباء. ومن بدأت حملات تجارة العبيد في أمريكا في القرن 17، ويقال بأن أول رحلة حملت عبيد وصلت في شواطئ أمريكا كانت في عام 1619، وحملت 20 أفريقي كان من تجار برتغاليين. يقول أليكس هيلي في محاضرة في عام 1977، يجب على كل أمريكي من أصل أفريقي أن يعلم أن أصله عبد واحد اختطف من قبيلة في أفريقيا وجلب لأمريكا كأنه بضاعة. يجب أن لا ننسى بأنه لا يوجد أمريكي أسود اليوم، لا يوجد في عائلته شخص عمل بمعاملة وحشية وكان عبد سيد أبيض. ولد أليكس هيلي في 11 أغسطس من عام 1921 في إيتيكا في نيويورك، وكان أكبر الأولاد في عائلته. والد أليكس هو بروفيسور في الزراعة يحمل اسم سايمون هيلي، واللي كان أليكس منذ طفولته يفتخر بوالده وكيف أن رغم العنصرية استطاع التعلم والوصول لأعلى مراحل التعليم. وكان في طفولته يسمع قصة واحدة تتكرر في الكثير من جلسات العائلة، وبالتحديد من جدته اللي كان أليكس قريب منها. القصة كانت للطفل أليكس غريبة، فيها شخصيات مثل السيد والسيدة والأفريقي. كان أليكس لا يعرف ما يعني السيد ومن هو الأفريقي. وبالنسبة للأفريقي كانت القصة بأنه رجل قد تم جلبه لمنطقة اسمها نابلس من قبل رجل يحمل اسم ماسا جون والا. كلمة ماسا هي ترمز للسيد في ثقافتهم، واللي بدوره نقل الأفريقي لمزرعته في سبوتسلوفينيا في فرجينيا. الأفريقي حاول بشتى الطرق الهرب منذ أول يوم له في المزرعة، وفي أول ثلاث محاولات كان يقبض عليه، وفي كل مرة يجلد أكثر من المرة السابقة، ولكن في المرة الرابعة قبض عليه من قبل محترفون في ملاحقة العبيد. يقول هيلي عن هؤلاء: أستطيع أن أقول وكلي قناعة بأن هذه المهنة هي أحقر مهنة في تاريخ أمريكا. وعند القبض على الأفريقي أعطي خيارين، وهما أما أن يخصى أو تقطع أصابع رجله ليكون عبرة لكل العبيد، وبهذا اختار قطع أصابع رجله. ويعتبر قطع جزء من الرجل شيء منتشر لمعاقبة العبيد المتمردين. في تلك الفترة كان العبيد يعيشون حياة من الانفصال العائلي، فالجيل الحالي من الأمريكان السود دائما يكون قريب من عائلته الكبيرة مثل الجد والجدة والأعمام والأخوات. ولكن في فترة العبودية كانت العوائل كثير ما تنفصل عن بعض بسبب بيع رب الأسرة لبعضهم، ولهذا فأخبار أفراد من العائلة تختفي مع الوقت. ولكن في قصتنا هذه استطاع الأفريقي التغلب على هذا الأمر واستمر صداه ليصل لنا اليوم. الأفريقي عمل في مزرعة الخضروات، وكان في بداية الأمر من الصعب عليه الحركة، ولكنه تعود بعد ذلك على المشي برجل شبه مقطوع. ومع الوقت تعرف الأفريقي على خادمة في المطعم تحمل اسم بيل، وتزوجها وأنجب منها ابنة حملت اسم
كيزي. ولما وصل عمر البنت كيزي 4 سنوات كان والدها الأفريقي كثير ما يأخذها في نزهات في المزرعة، وكان خلال النزهات يشير لها على ما يراه ويعلمها الكلمة الأفريقية المرادفة لاسم الشيء هذا، ولهذا طبعت هذه الكلمات في خيال الطفلة كيزي. مثلا أشار في يوم على آلة موسيقية وذكر لها اسم كو، والنهر كان يسميه كامبي بولونغو. وكان أول خطوة يتخذها مالك العبد هو تغيير اسمه الأفريقي لاسم أوروبي مسيحي، وهي أول خطوة في سلب كل شيء من ثقافته وشخصيته. بالنسبة للأفريقي فقد حصل على اسم توبي، ولكن قيل بأنه كان يرفض وبشدة هذا الاسم، وكل ما يدعي أحد باسم توبي كان ينهره ويقول بأن اسمه هو كنتي. وطبعا كان الأفريقي يخبر ابنته كيزي بأن اسمه كنتي، وهذا ما طبع في ذاكرة الطفل. وكان الأفريقي حسب قصص جدة أليكس مهووس بتعليم ابنته كنزي عن ثقافته قبل وصوله لأمريكا، ولهذا كان أغلب قصصه عن أفريقيا وعن قبيلته وعن حياته قبل القبض عليه. وأكثر القصص تكراراً كان قصة القبض عليه، وهي أنه ابتعد قليلاً عن قريته لجمع الخشب وكان يهدف لصناعة الطب، ومن هنا تم القبض عليه وخطفه. وعندما وصل عمر كيزي ل16 سنة فصل السيد الأسود كيزي عن أمه وأبيها وباعها لسيد جديد حمل اسم توم لي، كان لديه مزرعة أصغر في نورث كارولينا. وبعمر 17 سنة ولدت كيزي ولد اسمته جورج، واللي كان من سيدها اللي اغتصبها في أكثر من مناسبة. ولما وصل عمر الطفل جورج 5 بدأ يسأل عن والده ومنع لأي مشاكل. كانت كيزي تخبره عن الأفريقي على أنه والده، وكانت كل ليلة تخبره بقصص الأفريقي اللي كان يسمي الآلة الموسيقية كو والنهر كامبي بولونغو واللي خطف وهو يجمع الخشب. الولد نشأ على قصص الأفريقي، وعندما كبر لعمر 12 سنة تعلم من عبد كبير في العمر مهنة تدريب الديكة على المصارعة، وهي مهنة كانت منتشرة في ذلك الوقت. ومن حمل الشاب جورج اسم تشيكن جورج. وبعمر 18 سنة تزوج جورج من ماتيلدا واللي كانت عبدة أيضا، وأنجب منها 8 أبناء وبنات. وبدأ جورج بتراث ورثه لكل أبنائه بعد ذلك، وهو عندما ينجب له طفل كان يحمل الطفل ويجلس مع كل العائلة ويذكر لهم قصة الأفريقي اللي كان يسمي الآلة الموسيقية كو والنهر كامبي بولونغو. وبهذا استمرت هذه القصة حتى وصلت لأليكس هيلي بعد 4 أجيال من جورج. أليكس في شبابه انضم للجيش في الحرب العالمية الثانية، وكان قد تم ضمه في باخرة في المحيط الهادي، وهناك عمل في المطبخ، وفي وقت فراغه كان قد اشترى آلة طابعة استخدمها في كتابة الرسائل. يقول بأنه كان يكتب الرسائل لكل من تعرف عليه في حياته حتى لو كان لفترة بسيطة، ولهذا كانت تصل له مئات الرسائل في بعض الأحيان. ثم أصبح يعمل بجانب الطبخ في كتابة الرسائل لزملائه، وأحب هذه المهنة. وبعد انتهاء الحرب أرسل لعدد كبير من المجلات بحثا عن عمل ككاتب، ومن حصل على وظيفة. كان يكتب في بعض الأحيان في السير الذاتية، وأهمها كان عن سيرة مالكوم إكس. يقول أليكس بأن قصة الأفريقي لا تزال في باله ولا ينساها ويفكر فيها كثيرا، ولكنه لم يضع في باله البحث عنها. وفي يوم وجد نفسه في الأرشيف الوطني، فقرر البحث في سجلات العبيد وبالتحديد في المدن اللي سمع جدته تتكلم عنها في قصص أجداده، واستمر في البحث لساعات، ولكن كان الأمر صعب للغاية. ولما بدأ اليأس يصل له ترك السجل من يده وبدأ يمشي في المكتبة ليجد كل من يبحث منهمك في الأوراق، وهو اللي شجعه للعودة للسجل وعاد وبحث. يقول أليكس عن هذا البحث بأنه كان يتخيل من القائمة الضخمة للعبيد اللي أمامه كأنه يرى وجوه هؤلاء وكيف أن لكل واحد منهم قصة ومأساة. ثم وصل لاسم توم موري، المهنة حطاب أسود، وزوجته آيرين، وتحت الاسمين أسماء الأطفال. ولما قرأ أسماء الأطفال كانت الأسماء مألوفة له، ولكن الاسم اللي لفت انتباهها أكثر هو إليزابيث واللي كانت أصغر الأطفال، وتذكر إحدى قريباته تحمل اسم ليز واللي كانت تجلس دائما مع جدته. ولما عاد أليكس لبيته فكر في جلسات جدته ومن كان يجلس معها، وحاول تذكر الأسماء، ولكن بعد بحثه وجد أن كل هؤلاء كانوا قد ماتوا ما عدا امرأة واحدة وهي جورجيا واللي كانت أصغر من جدته ب20 سنة. فتواصل مع أخوه ليعرف مكانها وزارها في كانساس سيتي، وأول ما ذكر لها أليكس قصة بحثه بدأت جورجيا بالحديث. يقول أليكس بأنها نشطت ذاكرته بكل القصص اللي سمعها في طفولته، وأهمها عن الأفريقي واللي يسمى الجيتار كو والنهر كاندي بالونغو واللي قبض عليه وهو كان يجمع الخشب. بعد هذا اللقاء أصبح أليكس مهتم بشكل كبير بمعرفة تفاصيل هذا الأفريقي، ومن هنا بدأت محاولة البحث عن جذوره. وكان أول خيط استند عليه هو الكلمات الأفريقية التي ذكرت في القصة واللي ممكن تعطيه معلومة عن أصل ولادة الأفريقي وقريته. واستمر بالبحث حتى تعرف على دكتور هولندي متخصص في اللغات الأفريقية واللي ساعده في البحث عن أصل هذه الكلمات. وبعد البحث توصل الدكتور بأن الكلمات هذه من لغة المدينكا، وبالتحديد كلمة كو التي تشير لآلة موسيقية في ثقافة المدينكا تسمى
كورة. أما بالنسبة للنهر واللي كان يسمى كامبي بالونغو، فكلمة بالونغو تعني بلغة المدينجا نهر، أما كامبي فتوقع الدكتور بأنه المقصود بها غامبيا وهو اسم نهر في أفريقيا. ومن هنا عرف أليكس أصل الأفريقي غامبيا، وبحث هيلي عن أي أفريقي غامبي في أمريكا، وبالبحث اكتشف أن عددهم كان 12 شخص فقط، أقربهم كان يدرس في جامعة قريبة. فذهب له وقابله وأخبره بالقصة، ومنها اتفق الاثنان على السفر لغامبيا للبحث أكثر. وهناك قابل هيلي والد الطالب اللي حمل اسم الحاج مالك مانجا واللي ساعده في البحث، فقد عرفه على 3 أشخاص لهم معرفة في تاريخ المنطقة. وبعد أن أخبرهم بالقصة ذكروا له بأن هناك قبائل تسمي مناطقهم على أسماء العوائل، ولهذا فإن اسم كينتي ليس بغريب، وهناك منطقة تحمل هذا الاسم. وذكروا له بأن القبائل في هذه المناطق يكون فيها شخص يسمى كريو، وهذا الشخص هو الذي يحفظ تاريخ القبيلة وأسماء الأجداد ووصفهم، ودائما يكون مع الطفل يدربه لأن يحمل تاريخ هذه القبيلة من بعد، ولهذا فتاريخ القبائل يكون محفوظ. وبهذا فإن الحل له بأن يقابل الأليغريو الخاص بقبيلة كينتي. وبعد هذا اللقاء عاد لأمريكا على وعد أن يبحث هؤلاء عن أي طريقة للتواصل مع الأليغريو الخاص بالقبيلة. وبعد أشهر وصلت رسالة لأليكس ليعود لغامبيا، وعندما عاد بدأت رحلتهم لقرية كينتي. يقول هيلي عن دخوله للقرية بأن لاحظ بأن الجميع ينظر له باستغراب، الكل ينظر له باستغراب، الأطفال والنساء وحتى الرجال. يدرك بعد ذلك بأنهم كانوا متعجبين من بشرته الفاتحة، وهنا أحس بأنه كان حبيس بين عالمين، عالم أجداده في أفريقيا وعالم العبودية. وبدأ الأليغريو يتحدث عن تاريخ القبيلة، وهناك من يترجم لأليكس ما يقال، حتى وصل وقال: وقد تزوج أمورو بعمر 30 عام وأنجب 4 أبناء، أكبرهم كان كونتا واللي ولد تقريبا في عام 1760. كونتا كان في يوم قد خرج لجمع الأخشاب لصناعة الطبل، ومنه لم يعد أبدا. وأول ما سمع هايلي الترجمة وقف مصدوم وقال للمترجم: هذا جدي. فتجمعت القبيلة حوله فرحا بعودة الابن الضال، وأخذوه للمسجد للصلاة شكرا لله. يقول بأنه كان ينظر لهم وهم يصلون خجلا من كونه لا يفهم شيء عن ثقافتهم ولا عن دينهم. هيلي كتب رواية حملت اسم الجذور، وتعتبر مثال لتاريخ العبودية في أمريكا، وتكلم عن حياة كونتا كينتي وأحفاده. ويقول هيلي عن هذه القصة: لا أعتبرها قصة عائلتي، ولكن قصة كل أفريقي جلب قصرا لهذا البلد. أنصح الكل أن يبحث عن جذوره ويعرف القصة وراء أسماء أجداده. توفى أليكس هيلي في 10 فبراير من عام 1992، وتم إنتاج مسلسل مصغر حمل اسم الجذور في عام 1977، يعتبر من أهم المسلسلات في تاريخ التلفزيون الأمريكي. شاركنا برأيك حول هذه القصة، وإذا عجبك محتوانا دعمنا من خلال الاشتراك في قناة اليوتيوب وصفحتنا في فيسبوك، وممكن تشوف هنا فيديوهات لمواضيع مختلفة.